السيدة ميمونة تعد لنا الشاي في سكنها بمدينة السادس من أكتوبر قبل أن نرى مهارتها في حياكة المكرمية التي تعلمتها مؤخراً. وبواسطة هذا التطريز استطاعت أن تحقق دخلاً يعينها بعض الشيء على حياتها في مصر، وأن يخرجها وغيرها من الحالة النفسية التي خلفتها الحرب في السودان. الواحدة جات ومثلاً نفسيتها تعبانة ولا حاجة، الشغل اليدوي بيفصل لك من حياتك العامة لحياتك الخاصة، فبتديك كده يعني انفصال تام عن الحياة الخارجية وبتكون عايش مع نفسك، فحاجة جميلة جداً يعني. يعني تقدري تعتبريها علاج نفسي؟ أيوة، 90% بيكون سبورت لك أنت لما تشتغل الشغل ده. الشغل اليدوي لم يكن سبيلاً لميمونة وحدها، وإنما لعشرات السيدات اللاتي نزحن من السودان. فهذه المبادرة نجحت في الاتصال بشركة قامت بتدريبهن على التطريز وتشتري منهن إنتاجهن لتصديره. هم محتاجين لشغل من المنزل، فحاولنا ندربهم على شغل يدوي، شغل بتاع مكرمية، ووفرنا لهم شغل من المنزل، وفي نفس الزمن هم يكون يعني براعوا أطفالهم وقاعدين في البيت، يعني هم جايين من الحرب وويلات الحرب صعبة يعني. هناك نوايا لمساعدة اللاجئات تتوفر لدى السودانيين المقيمين والمصريين، سواء من الأفراد أو الشركات، وهو ما جمع الطرفين ببعض لخدمة هدف واحد بدأ بالتدريب وانتهى بمنتجات يدوية الصنع. عن طريق اليو ان احنا بنتعامل معاهم، احنا هما برضو عارفين الناس اللي بيعملوا مبادرات، هما بيوصلونا ببعض، دول عايزين ناس عايزين شغل، واحنا عندنا طلبات واوردرات وتدريبات، فبيعملوا لينك بيننا وبينهم واحنا بنتعامل معاهم يعني. اللاجئات يحتفلن هنا بانتهاء التدريب وانتهائهن من طلبية كبيرة في وقت قياسي منحتهن دخلا بسيطا وروحا معنوية مرتفعة، ولكن يبقى تحدي الاستدامة. لما يكون الاستمرارية بكون أنا ما عندي مشكلة، بوظف الحاجة وبكون مستمرة وشغالة من البيت والدخل شغال، بس فجأة كده بعد ما أكون مثلا أنا مرتبة حالي على حاجات معينة الدخل بيجيف. هذا التحدي تحاول المبادرة أن تتغلب عليه بتدريبات على حرف أخرى حتى تكون اللاجئات جاهزات لمثل هذه الأعمال التي لن تأخذهم بعيدا عن أولادهن أو مساكنهن. تامر نصرت، العربية، القاهرة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.